اسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام، وتحيه من جديد في برنامجكم قانون ولعبه على القناه الرياضيه. ان شاء الله اليوم راح تكون حلقتنا مختلفه عن بقيه الحلقات، وراح نسولف عن جهه داعمه. هذا ما كنا نبحث عنه منذ زمن طويل. لما نقابل اي رياضي او رياضيه نقول عن الدعم، يقول والله في دعم، دعمك موجود، يقول والله دعمي ذاتي. فهناك غصة عند أي رياضي، مو شرط يكون الدعم مادي، ولكن هناك دعم آخر مختلف من الكثير والكثير. راح نسولف بهذا الجانب بشكل تفصيلي أكثر مع الضيفة العزيزة عن الشركة الداعمة لأي موهوب رياضي في الكويت. من هي الضيفة؟ بعد السيرة الذاتية. خلونا نرحب بنائبة الرئيس التنفيذي لشركة وان تو وان الحلول الرياضية، الأستاذة والأخت نوف بودي. حياك الله نوف. الله يحييك. أول شيء شكرا من القلب على الدعم اللامحدود من هذه الشركة بعطاء سخي من شاب وشابة تبنوا هذه الشركة بهذه الفكرة اللي أنت الحين راح تطرقين لها. إن شاء الله الله يسلمك. والله احنا صراحه نحاول نشجع شبابنا وبناتنا على الرياضه، ونحاول نشوف مهاراتهم وينها. جميل. واللي يحب يطور مهاراته نحاول ندعمه معنويا ماديا. حلو. ونحاول نطورهم حتى حق الرياضه اللي هم حابينها. ممتاز. ان كان يركض، ان كان لاعب سله. حلو. ان كان ما لكم رياضة محددة؟ ما عندنا رياضة محددة. أنتوا تبون الموهوب أو الرياضي اللي فعلا عنده هدف هو معين؟ هو يصير أي حد يقدر يصير موهوب. ممتاز. نوف، أنتوا ما لكم رياضة معينة، وان تو وان للحلول الرياضية هذا هو اسمكم. شنو تقدمونه غير الأمور المعنوية والمادية، وحتى يمكن في برنامج أنتوا تسوونه بشكل يعني كامل لأي لاعب، شنو هذا البرنامج؟ احنا كل برنامج نسويه مخصص حق اللاعب نفسه. نعم. طبعا احنا نشجع الشباب الكويتي، الكويتيين بنات او شباب. حلو. فكل واحد على حسب الرياضه اللي يبي يسويها، ان كان يسوق سياره يصير له رياضه معينه لازم يستعملها. حلو. ان كان يركض لازم رياضه معينه. صح. فاحنا وي كاستمايز الرياضه حق اللاعب نفسه. ممتاز. واللي مو هاوي او بس يبي يسوي رياضه، يبي يتعلم اشياء جديده، العكس احنا مكان مفتوح حق الكل. جميل. نوف، انتوا تطقون الباب اللاعبين وتجيبونهم وتتبنونهم، ولا اللاعبين نفسهم واللاعبات هم قاعد يطقون بابكم ويقولون نبي ننضم لكم؟ والله احنا حاليا للحين ما طقينا باب احد، بس اللي قاعد يجونا هم اللي قاعد يجونا، واحنا نحاول ندعمهم كل طريقة، إن كان رياضة، إن كان دعم مالي، ندزهم برا، يروحون تايلاند، يروحون التشيك، بس إن إحنا نحاول ندعمهم على المكان الصحي اللي هم يحتاجونه. حلو. توفرون مدربين، طاقم مدربين، كل تغذية؟ كل شيء موجود. كل شيء موجود. كل شيء موجود على حسب التخصص. حلو. يعني إذا كان مثلاً يبي يركض عندنا تخصص ركض، يعني كلهم أجانب المدربين ملوتنا، ونحاول نركز على الرياضة الصحيحة حق الشخص. جميل. نفسه. أنا بروح إلى الجانب المهم لأي رياضي، هو جانب التغذية. نعم. أنتوا تسوون له برنامج، هل البرنامج هذا على مدى طويل ولا مدى القصير عشان تقيمون هذا اللاعب ملتزم وملتزم مثلا على جانب مثلا التغذية؟ هو شوف، هو كل شخص يعني لازم يكون عنده دافع انه هو يغير. يعني انت تتكلم اذا واحد سمين يبي يضعف لازم يكون عنده الرغبه انه هو يسوي ريجيم. صح. او يسوي رياضه. والرياضه صارت اساسيه، واعتقد عقب كورونا كل من استوعب ان الرياضه اساسيه. صح. صارت الناس تمشي، صارت الناس تسوي رياضه. فاحنا نشجعهم على الاكل، ونقول له متى مثلا يقدر ياكل وجبه سريعه، بس هذا هو النظام الغذائي. النظام الغذائي بس بلا شك انتم عندكم جدول للتقييم
لاي أكيد. رياضي ملتزم عشان يستمر وياكم أكيد. ولا نفل على قولتهم الشراكه؟ لا ما نفل، لا ما نفل الشراكه. والله طيبين انتم. لا ما نفل. ليش مو قاسين؟ لا ما نقدر، عيالنا شي خليهم. زين كم رياضه حتى الان تبنيتوا او كم رياضي في اي لعبه؟ لاعبين ولاعبات تقريبا 12. حلو. والرياضة على حسب التخصص، عندنا مثلا شملان كيك بوكسينج وموتاي. حلو. عندك بنت البدر. نعم. تزلج. حلو. يعني في كذا رياضة. جميل. نوف، بسولف عن الجانب الإداري اللي انت قاعد تقومين فيه بعيدا عن الأمور خلينا نقول الفنية. نوف شنو دورها من خلال هذا الدعم؟ هل انت فقط الجانب الإداري ماسكة جداول ترتيبات اللي مثلاً إيفنتات مثلاً أنتوا تقومون فيها؟ الإيفنتات أنا أكثر شيء ماسكة الإيفنتات. نعم الإيفنتات، ونحاول سوينا إحنا إيفنت من 3 أسابيع. جميل. دشوا مع وإن شاء الله شهر 10 حيكون عندنا أكبر إيفنت ما شاء الله. بخصوص بوكس كيك بوكسينج موتاي. ممتاز. وراح يكون مهرجان ان شاء الله، راح يكون في ارينا. حلو. بنسوي على مستوى عالمي. جميل. اللي سويناه كان على مستوى الخليج. حلو. والحمد لله كان ممتاز، وباذن الله شهر 10 راح يكون احلى واضبط وارتب بعد. الاحلى والاضبط والارتب وعالمي انت قلتي. عالمي. يعني اتوقع راح يكون مفتوح للجميع. أكيد والمشاركة. إحنا نبي الشباب، يعني إحنا نبي شبابنا وبناتنا يندعمون من ربعنا. صح كلام. نبي التشجيع، إحنا ما نبي غير تشجيع لهم. كلامك سليم. أساس إنه هم يشتطون لما يلعبون. حلو. نوف بودي بالأرينا في 360 عالمي، حضور إن شاء الله راح يكون كثيف من الجماهير. نعم. كلميني عن المشاركة شلون راح تكون؟ هل هناك فئة معينة فقط للمشاركة ولا هي فئات مفتوحة؟ هي 12 مباريات بيوم واحد، راح يصير على يومين. حلو. أساس إنه يصير في تصفيات. نعم. وراح يصير شيء عالمي، فراح يجون ناس من برا، راح يعني يدشون الملاحمة مشاركين. أكيد. جميل. فشيء عالمي، مو بس الكويت بتشارك فيه، بس أول مرة يصير في الكويت. من الكويت كم لاعب راح يشارك؟ إحنا والله إن شاء الله متأملين، يعني آخر مرة شاركوا يمكن تقريبا 6. حلو. فإن شاء الله أكثر هالمرة. إن شاء الله. دوركم أنتم كجانب إداري في هذا المحفل وهذا الاحتفالية الكبيرة اللي أنت قاعد تقولين فعلا أضبط وأرتب إن شاء الله وأكثر جهوزية. هناك مفاجآت للجماهير مثلا؟ أكيد. راح تكون راح يكون على يومين. على يومين مفاجآت؟ اي نعم. يعني الجمهور لازم هي يومين. نعم. حلو. مثلا اعطينا مفاجأة واحدة نحرقها شوية بالبرنامج نقول. راح يكون مطربين اي احتفالية فيها، يعني راح يكون لعب ومطربين متواجدين، وواحد ممثل حق البطولة. جميل. اعتقد العالم كله يعرفه. من هو؟ تعالوا ان شاء الله بشهر 10 هذه البطوله اكيد احنا راح نكون ان شاء الله متواجدين وياكم ان شاء الله. انا ودي اثني على شركه 121 للحلول الرياضيه على الدعم اللامحدود لكل رياضي، لكل من يحب يطق بابكم او انتم ايضا. بيباننا مفتوحه للكل. الامر التسويقي لكم شلون قاعد يصير؟ احنا ما قاعد نسوق وايد، همنا الحين تركيزنا على الدعم الصراحه. حلو. ان شاء الله باذن الله في شهر 10 راح يبلش التسويق حق الايفنت نفسه. جميل. احنا مكاننا مفتوح حق الكل، اللي يحب يسوي رياضه، اللي يحب يطلع مهارات معينه، يحب يطور مهاراته المعينه. حلو. مكاننا مفتوح حق الكل. في واحد قاعد يسالني. إيه؟ من ورا الشاشه قاعد يسالني، قاعد يقول محمد قول له وين مكانكم؟ ما نعرفه. احنا في سوق الوطنيه طابق الخامس. جميل. طبعا عندنا الجيم مفتوح، فاي احد يحب يجي المكان مكانه. الله يحييك. والمكان مكان. انا اتشكرك مره ثانيه. يطول بعمرك. واتشكر كل من قائم على هذه الشركه بهذه الفكره الرائعه بالدعم اللامحدود لاي شاب رياضي او رياضيه انه يبون يكونوا موجودين. يعني كل الشكر لك نوف. شكرا لك نوف. نوف كانت ويانا في حلقة جميلة وحديث أكيد إداري فني بشكل عام، سولفت عن الشركة وعن سبب تواجد هذه الشركة بالدعم اللامحدود لأي رياضي موهوب يبي يكون مميز في رياضته. نلقاكم على خير في رياضة أخرى، فما لا.